السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هنا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة اللي مهمة بزاف، وهي متى يخرج صغار الأرانب من بيت الولادة. هي في الحقيقة الحلقة بغيت نقسمها لكم على جوج ديال الأقسام، لأن كاين الأرانب الرومية وكاين البلدية وكاين الكروازية. احنا الكروازية مع الرومية غادي نديروهم في نقطة واحدة، ولكن بالنسبة للبلدية والرومية وحتى الكروازية يعني كاين فرق فوقاش كيخرجوا الأرانب، فوقاش كيفتحوا عينيهم، فوقاش كيكبر لهم الشعر، فوقاش كيخرجوا أنهم يبداو ياكلوا. يعني هذه هو النقطة اللي بغيت نهضر لكم عليها، فوقاش كيخرجوا ويبداو ياكلوا. إذا الفرق ما بين الرومي والبلدي الخروج ديال الصغار ديال الأرانب من بيت الولادة، لاحظت أنني الأرانب الرومية كتخرج متأخرة على البلدية. بحال دابا هادو راهم كروازيين. ملاحظ أن الأرانب الكروازية والرومية كتخرج حتى 22 يوم بالضبط، ملي كيكون عندهم 22 بالضبط كيخرجوا. أما البلدية كتبقى 15 يوم، يعني هي كتكون يعني البلدية كتكون بحال حركية أكثر، يعني كتكون صغيرة وكتكون ما طالباش الرعاية بزاف، يعني كتكون معتمدة على راسها، كتخرج دغيا كتدبر على راسها وكتخرج أنها تاكل. أما الكروازية بحال هادو راهم كروازيين، العمر ديالهم دابا راهم 17 يوم، 17 يوم باقي ما خرجوش، في حين أن عندي خلفات أخرين يعني بلدية صافي خرجوا بداو كي يدوروا في الكاج، ومره مره كينقبوا شي شويه من عند كيرضعوا من عند امهم، ولكن كيخرجوا ويدخلوا، يعني بحال ما كيحتاجوش الرعايه بحال البلديين. البلديين يعني هما كتحس بهم هما قادين براسهم من الصغر، كتحس بهم قادين براسهم. شوفوا هاد الكروازيه، شوفوا يعني الحجم ديالهم تبارك الله، وباقي ما خرجوش ياكلوا، راهم فتحوا العينين ديالهم، و الشعر كما كتشوفوا راه كبر لهم، كيبانوا يعني كيبانوا صافي قادرين انهم يخرجوا ياكلوا، ورغم ذلك انهم ما كيخرجوش ياكلوا، معتمدين على امهم، لان البيت الولاده هو هذا، يعني غادي شوفوا امهم ها هي، يعني في امكانهم انهم ينقزوا هذه الدريجه، هذه دريجه خفيفه، ويمشوا ياكلوا. ولكن لاحظنا ان يعني محتاجين الرعايه من عند امهم، يعني باقيين كيبغيو ان امهم وهي تغطيهم. لاحظوا دابا في هذه الوقيته هذه راه شويه يعني ما مغطيهمش، ولكن كون طلعوا عليهم في الليل غادي تلقى باللي صافي هي كتغطيهم، هي كترضعهم، تدخل ترضعهم، يعني سبحان الله. اما البلديه راني قلت لكم راه صافي راهم خرجوا بداو كياكلوا، صافي بداو يجري وبداو يتحركوا، ورغم الصغر الحجم ديالهم، وما حتى هما كبر لهم الشعر، كبر كيكبر لهم كيفتحوا عينيهم، ولكن كيفتحوها قبل، يعني سبحان الله. شوفوا هذا يعني الفرق ما بين الأرانب الرومية والبلدية. البلدية مطلوبة حتى في السوق، يعني شحال من واحد كيمشي انا يعني وقعت لي هذه القضية هذه، انني كنمشي ندي الأرانب الرومية يعني للسوق، ما كيبغيهمش الناس، كيقول لك لا واش هادو بلديين، كنقول لهم لا هادو روميين، كيقول لك لا يعني من الاحسن يكونوا واش عندك البلديين راهم احسن. يعني البلديين يعني على حسب التجربه ديالي كياكلوا اي حاجه، ممكن ياكلوا القشور ديال 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 الخضار، ممكن ياكلوا، المهم كتنوع لهم ماشي مشكل، ما كي ممكن ان حتى الدواء ما ديرولهمش. انا واحد الفتره ربيت شي قناين يعني ارانب بلديه، لاحظت انني ممكن انني ما نحصنهمش كاع، ويعني ويكبروا بواحد الطريقه مزيانه. اما الروميه ضروري خاصك ليبره، خاصك سمو. لقيت ان ممكن انني ندفع يعني بالكيلو، يعني الروامه والكروازيه خاصهم يدفعوا بالكيلو. اما بالنسبه للسوق كيحتاجوا، كيقول لك لا بغيناهم بلديين. الى عندك البلدي، ان كاين الناس اللي كيكتبوا كيقولوا بلديين وهما ماشي بلديين، بحال دابا انا هادو راني عارفهم راهم كروزين، يعني راهم الام ديالهم يعني راها بلديه، ولكن الاب ديالهم راه رومي، يعني هما خرجوا كروازيين. كروازيين هما الخليط ما بين البلدي والرومي.
القضية ديال الوزن كيكونوا مختلفين، يعني ممكن أن 6 شهور كتولي أو 3 شهور داكشي اللي غادي يخرجوا هادو يخرجوا في 3 شهور خاص البلدي يوصلوا في 6 شهور يعني بالنسبة للحم. ولكن سبحان الله مطلوب في السوق، يعني الناس كي طالبينه، يعني حاولت أنني رجع، أنا كنت قطعت البلدي ولكن دابا راني عاوتاني رجعت البلدي، شريت شي نتوات دافعات والحمد لله راهم كيولدوا حتى هما، ويعني التربية ديالهم في الحقيقة سهل من 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 الرومي. الرومي خصو عناية أكثر، يعني وخصو الدوايات، خصو واحد الطريقة ديال التعامل معاه، وكيصدق حتى هو مزيان، ولكن البلدي ما كيعذبش مولاه في التربية ديالو. إذا هذا هو الفرق بيناتهم. إذا الحلقة ديالنا راه سادات، كنشكركم على التعاليق الطيبة ديالكم، الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناة جميلة غادية بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبة ديالكم، ما تنساوناش بزر جيم، تكيو على زر جيم، ضغطوا على زر جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة إن شاء الله.